نرضع البيبي تاعي ونخدم شويه ونرضع ونخدم البيبي تاعي ونرضع. نخدم رشتة ولا بات فايتي سميتو ماماس. با هي حكايه جات من الصغر للدار العائله الزوج تاعي، كنا جيران زمان دونك كنت نطلع بزاف لعندهم لدارهم نقعد معاهم ايتو. عجوزتي الله يرحمها كانت كوم اون دوزيام ماما بو موا، دونك باش نفرق بين ماما وهي نقولها ماماس. كبرت وليت انجن في كوم كانت مامير مع ماماس كانوا صديقتين مقربتين. الحق النهار وين شافت وليدها الحق الزواج جات عند ماما قالت لها انا نديها بنتك، انا نديها بيسك راهي كي بنتي انا ربيتها وانا نديها لوليدي. وكيما كان الحال كتب المكتوب حبيت نسميها ماماس باسكو هي اللي رباتني ورجعتني مراه. الاخ تاع الزوج ديالي يخدم في مجال التربيه، كنت حابه نخدم في هذاك المجال. وهو كي ما بروبوزي قال لي علاش ما تسيش ديري حاجه تعرفيها انت تخدميها باليد ولا با فورسيمون تخدمي بديبلوم تاعك. تفكرت عاوت وليت حتى لونفونس تاعي بكري كنت نخدم مع ماما الرشتة، نروح نخدم معها بهذيك لا ماشين تاع الرشتة تاع اليد هذيك اللي يخدموا بها البقلاوة. انا بور ما كسيتي كوم ان جو نحب نلعب بها ميم طون راني نحلها لماما العجين. بديت نخدم الرشتة ونروح نطلع بها هكذا للمارشي ندير ان ساك ونطلع بها ونجيب بروبوز للحوانت سون كومبلكس. ندير في الشريطة هذوك تاع المارشيات ندير كيلو 3 4 كيلو نطلع بهم هكذا للجواجين ولا الحمد لله شغل فريمون كانت البركة بزاف في العجين بها. من بعد اللي بدينا نافونسي ونافونسي وقدرت باش نكري لوكال ونخدم فيه. كوم باغازاغ نهار اللي كريت لوكال جي طومبي اونسانت بلو تخوازيام بيبي تاعي، وكنت نطلع بالشريطه هكاك اونسانت نبيع ونعاود نولي. كي زيتها ومن بعد قعدت ان موا ايدمي، الناس كانوا يدو 3 موا تاع ماتيرنيتي، انا كنت ديت ان موا ايدمي وجيت اوبليجي نحبط البيبي تاعي ونروح لوكال بيسك الكرا خلصناه دونك اوني اوبليجي باش لازم نخدم. نرضع البيبي تاعي ونخدم شويه ونرضع ونخدم البيبي تاعي ونرضع ونخدم. وكنا نلحقوا وين يجونا دي كوموند العشيه نخرجوا على وحده تاع الصباح نخلي ولادي راقدين ونروح نحبط انا وياه نخدمه حتى للصباح نديروا نوي بلانش ونخدموا لا كوموند هذيك وندوها لماليها. يعني سيتي بوكو دو ساكريفيس. وكم راجلي خدام ما عندوش الوقت باش يقدر يلحق لهم كاع من المنتوج قال لي علاش ما تعلميش تصوبي انتيا وتولدي تدي انت السلعه ديالك. كيما كان الحال علمني الزوج تاعي السياقه باش نسوق وليت انا اللي ندي المنتوجات تاعي لي سوبيرات الحوانات ايتو. جيتي اوبليجي تكون عندي يد مساعده. دوكا راني لاحقه حتى لخمس خدامات الحمد لله، وهذه هي الفرحه تاعي اللي راني يعني زلفاني فرحانه بها في المشروع هذا ديالي. تما كل خطره ندخل خدامه وعلى بالي باللي هذيك الخدامه راني نعاون عائله ولا تعاون راجلها ولا سيتي هذاك هو البليزير تاعي. ودرنييرمون صرات لي يعني وفاه الجد تاعي والاب تاعي والام تاعي في سمانه واحده صارت على الوالدين تاعي كانت شويه صعيبه عليا وجع كان رهيب كما يقولوا. مي الحمد لله شغل بهاد الخدمه اللي قدرت نتعقب هاد العقبه تاع الوفاه تاعهم وراني كما يقولوا نعاون عائلات بالخدمه هذه والحمد لله.